السلام عليكم ورحمه الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدِنَا الصِّرَاطَ <سؤال> الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسَبْرِكَ الدَّنَ إن يوم العشرين من فبراير معروف لدى الجماعة الإسلامية الأحمدية بارتباطه بالنبوءة عن المصلح الموعود. لقد أخبر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بولادة ابن يكون خادما للدين ويعيش عمرا طويلا وما إلى ذلك من صفات يتصف بها. يقول المسيح الموعود عليه السلام عن أهمية هذه النبوءة إنها ليست مجرد نبوءة فحسب بل هي آية سماوية عظيمة أراها الله الكريم جل شأنه تبيانا لصدق نبينا الرؤوف الرحيم الكريم محمد المصطفي صلى الله عليه وسلم وعظمته والحق أن هذه الآية اعلى واولى واكمل وافضل واتم من احياء الموتى بمئات المرات وذلك لان حقيقه احياء الميت انما هي استرجاع روح واحده لامد قصير فقط بعد الدعاء في حضره الله تعالى وللمعترضين كلام كثير في اثباته ايضا. اما هنا فان الله تعالى بفضله واحسانه وببركه خاتم النبي الانبياء صلى الله عليه وسلم قد استجاب دعاء هذا العبد المتواضع المتواضع ووعد بارسال روح مباركه تنتشر بركاتها الماديه والروحانيه في العالم كله. فإن كانت هذه الآية تبدو ظاهرا موازية لآية إحياء الموتى ولكن سيتبين بإمعان نظر أنها أفضل من إحياء الموتى بمئات المرات إن روح الميت تعود نتيجة الدعاء وهنا أيضا قد طلبت روح بالدعاء ولكن هناك بعد شاسع بين تلك الارواح وهذه وقد راى المعارف والاغيار انها نبوات المسيح الموعود عليه السلام هذه قد تحققت بعظمه خارقه وكان مصداق هذه النبوه كما اثبت الوقت هو حضره مرزا بشير الدين محمود احمد الخليفه الثاني للمسيح الموعود عليه السلام كان علماء الجماعة وأفرادها يوقنون بأن هذه النبوءة تتعلق بحضرة الخليفة الثاني غير أنه رضي الله عنه لم يقل ذلك ولم يعلن عن كونها تتعلق به ولا أنه مصداقها إلى أن مضت على خلافته ثلاثون عاما وبعد ذلك في عام 1944 أعلن حضرته قائلا إنني أنا المصلح الموعود. سأذكر اليوم شيئا عن نبوءة المصلح الموعود وهو ملخص لخطبتي حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه وسأذكره بكلماته قدر المستطاع. لقد قال المستعمر رضي الله عنه في خطبته التي ألقاها في الثامن والعشرين من يناير 1944 أريد أن أقول أريد أن أقول اليوم شيئا يصعب علي ذكره نظرا إلى طبيعته ولكن بما أن بعض النبوءات والأقدار الإلهية مرتبطة ببيان هذا الأمر لذلك فلا أستطيع أن أتوقف عن ذكره رغم انقباض طب طبعي ثم ذكر حضرته رؤياه الطويلة وقال مفسرا إياها كان الله تعالى قد قدر لي النبوءة المتعلقة بالمصلح الموعود لم يكن حضرته قد أعلن بمثل هذا الإعلان قبل هذا، يقول حضرته: لقد قال لي الناس مرة بعد أخرى، ما رأيك في هذه النبوءات؟ ولكن كانت حالتي أنني لم أسعى لقراءة هذه النبوءات بجدية قط، حتى لا تخدعني نفسي، ولا أفكر عن نفسي شيئاً. يخالف الواقع. فلاحظوا كم يحتاط من هو مصداق حقيقي لهذه النبوءة. أما الآخرون الذين فسدت عقولهم فإنهم يدعون بأنهم مصادق نبوءة المصلح الموعود دون أي أية آية بيدهم. فماذا عسى أن يقال لهم غير أنهم قد أصيبوا بالجنون. على أي حال لقد ذكر حضرته استحياءه وتردده تجاه هذه النبوءة. لقد سلم إلي الخليفة الأول رضي الله عنه مرة رسالة وقال: هذه الرسالة كتبها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إلي وهي تتعلق بولادتك فانشرها في مجلة تشحيد الأذهان. لقد بدأ المصلح الموعود إصدار مجلة تشحيد الأذهان وكان هو ناشرها أيضا. يقول معود معذرة الله عنه لقد اخذت من الخليفه الاول هذه الرساله احتراما له ونشرتها ايضا ولكنني في ذلك الوقت ايضا لم امعن في قراءتها فلقد تكلم الناس بشتى الاقوال عند نشر هذه الرساله لكنني التزمت الصمت وكنت اقول بانه ليس ضروريا ان تذكر هذه الامور وتقال لمن تتعلق به وليس بالضرورة أن يعلن أن يعلن من تتعلق به هذه النبوات بأنه مصداق بأنه مصداق لها فمثلا كانت هناك نبوءة عن اختراع القطار في زمن ما ويؤمن المؤمنون بأن هذه النبوءة قد تحققت لأنهم رأوا الأحداث بأم أعينهم فليس ضروريا أن يدعي القطار أيضا بأنه مصداق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضرته لقد يقول حضرته لقد قدم لي كثير من الناس نبوءات شتى تتعلق بي وأصر علي أن أعلن بأنني مصداق لها ولكنني ولكنني قلت لهم دائما إن النبوءة بنفسها تظهر مصداقها فإن كانت هذه النبوءات تتعلق بي، فسيرى العالم بأنني مصداق لها. وإن لم تكن تتعلق بي، فستكون شهادة العالم ضدي. وفي كلتا الحالتين لا حاجة بي لقول شيء. ذلك لأنه إن لم تتعلق بي هذه النبوءات، فلماذا أذنب بالإعلان عن كوني مصداق لها؟ ولكن إن كانت تتعلق به فلا داعي للتسرع فالله تعالى بنفسه يظهر حقيقتها فكما ورد في الإلهام بأنهم قالوا هل هذا هو الآتي أم ننتظر الآخر كانت هذه كلمات الوحي ولقد ظل العالم يطرح علي هذا السؤال مرارا وتكرارا حتى مضت فترة طويلة ولقد ورد في وحي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام خبر عن هذه الفتره الطويله ايضا فمثلا قال اخوه يوسف عن يعقوب عليهما السلام تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين وهذا الوحي نفسه تلقاه المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام ايضا كذلك تلقى عليه السلام وحيا اخر اني اجد ريح يوسف فقد تلقى عليه السلام وحيا وذكره في بيت من الشعر ايضا، وكان هذا الوحي يشير الى ان هذا الامر سيظهر بحسب مشيئه الله تعالى بعد زمن طويل، لان يوسف عليه السلام قد لقي والده بعد زمن طويل، او تحققت تلك النبوءه بعد امد طويل. يقول حضرته: انني على يقين بانه لو لم يكشف علي الى حين الموت أن هذه النبوءات تتعلق بي لأظهرت ذلك الأحداث بنفسها بأن هذه النبوءات تحققت بيدي وفي عهدي لذلك فإنني مصداق لها ولكن الله تعالى بحسب مشيئته قد أظهر هذا الأمر وأعلمني أيضا بأن النبوءات المتعلقة بالمصلح الموعود كانت عني. لقد ذكر حضرته بعض النبوءات مختصرا على سبيل المثال انه سيجعل الثلاثه اربعه ويطرح السؤال دوما عن المراد من هذا. كذلك يطرح السؤال عن معنى انه يوم الاثنين مبارك يوم الاثنين. لقد اوضح حضرته عن كليهما فقال: لقد ذهب وهل المسيح الموعود عليه السلام بخصوص نبوة أنه سيجعل الثلاثة أربعة إلى أنه سيجعل الأبناء الثلاثة أربعة فلو كان هو المراد فالمعنى واضح لكون الابن الرابع لحضرته فلقد ولد قبل مرزا سلطان أحمد ومرزا فضل أحمد وبشير الأول وكنت انا الرابع ثم ولد بعدي ثلاثه ابناء للمسيح الموعود والسلام وبذلك جعلت الثلاثه جعلت الثلاثه اربعه ثم وفق الله تعالى في عهد خلافه مرز سلطان احمد للانضمام الى الاحمديه وهكذا اصبحت جاعل الثلاثه اربعه باختصار أصبحت جاعل الثلاثة أربعة من ثلاث نواح فيما يتعلق بأولاد المسيح عليه السلام ثم يقول رضي الله عنه لكن الله تعالى صرف قلبي إلى أمر آخر وهو أن الله تعالى لم يقل في الوحي بأنه سيجعل ثلاثة الأبناء أربعة إنما قيل في الوحي بأنه سيجعل الثلاثة أربعة وعليه فأرى أنه قد أنبأ أو أنباء في هذه الكلمات عن تاريخ ولادة الموعود لقد أنبئت هذه النبوءة في 1886 أي نبوءة المصلح الموعود التي تمت في عام 1886 وقال حضرته بأنني ولدت في عام 1889 فلقد أنبئ في نبوءة سيجعل ثلاثة أربعة بأنه سيولد في العام الرابع من هذه النبوءة وهكذا حصل. كذلك ورد في نبوءة إنه يوم الاثنين مبارك يوم الاثنين. فيمكن أن يكون لها معانٍ أخرى ولكن عندي شرح واضح لها وهو أن يوم الاثنين هو اليوم الثالث من الأسبوع. وفي السلسلة الروحانية يعد عهد الأنبياء والخلفاء منفصلًا عن بعضهم البعض. فكما ان زمن النبي يتميز بمكانه مستقله كذلك زمن الخليفه ايضا يتصبغ بصبغه مستقله فاذا فكرنا من هذه الناحيه وجدنا العهد الاول هو عصر المسيح الموعود عليه السلام والثاني هو للخليفه الاول رضي الله عنه والعهد الثالث هو عهدي وهناك وحي اخر للمسيح الموعود عليه الصلاه والسلام يؤيد هذا الشرح ويصدقه وهو فضل عمر فضل عمر كان عمر رضي الله عنه ايضا الثالث عهدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فليس المبار... فليس المراد من نبوات انه يوم الاثنين مبارك يوم الاثنين بان هناك يوما خاصا سيوجب بركات خاصه بل المراد منه أن مثل عهد هذا الموعود في عصر الأحمدية كمثال يوم الاثنين، أي أنه سيكون ثالثا من بين الذين يقيمهم الله تعالى في هذه الجماعة من أجل خدمة الدين، ولذلك أشير في الاسم الإلهامي فضل عمر، وعليه فوفق القول كلام الله يفسر بعضه بعضا، شرحت 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 كلمات فضل عمر نبوءة انه يوم الاثنين مبارك يوم الاثنين ولكن في الاسلام هناك خبر اخر ايضا وسيظهر الله تعالى يوم الاثنين المبارك بطريقه بطريقه لم تكن بوسعي ولم يكن لاحد ان يقول بانني بدات هذا المشروع بارادتي وقصدا مني علما ان مشروع التحريك الجديد قد بدأ في عام 1934 في ظروف قال حضرته رضي الله عنها انها لم تكن تحت تصرفه وبوسعه فيتابع حضرته ويقول لقد القى الله تعالى في قلبي هذا المشروع نتيجه تصرف الحكومه الذي تضمن اتخاذ بعض الاجراءات القاسيه ضد الجماعه الاحمديه ونتيجه اثاره الاحرار فسادا ضد الجماعه وقد حددت عشر سنين للمرحلة الأولى من هذا المشروع. كلما قدم الإنسان تضحية أتاه يوم العيد نتيجة... نتيجة التضحية، كما يأتي يوم العيد بعد صيام رمضان. كذلك عندما تنتهي عشرة سنين على هذا المشروع، علما أنها لم تكن انتهت إلى ذلك الحين، بل كانت في سنتها الثانية. فسيكون يوم العيد لنا. لقد أوشك العام 1944 على الانتهاء. ولو نظرنا إلى عام 1945 من منطلق مشروع التحريك الجديد، فقد انتهت بهذا العام عشرة انتهت عشرة أعوام على هذا المشروع، وبدأ العام الحادي عشر، وهو عام العيد، وهو يبدأ من يوم الاثنين. إذاً لقد أخبر الله تعالى في تلك الكلمات أنه في أيام ضعف الإسلام في أيام ضعف الإسلام الشديد سيؤسس مشروع هام لنشره وعندما تنتهي مرحلته الأولى بنجاح سيكون ذلك الوقت وقتا مباركا للجماعة فانظروا كيف قد أثبتت الظروف أنه بواسطة التحريك الجديد تصل رسالة الأحمدية الإسلام الصحيح إلى كل بقاع الأرض واليوم نرى أنه قد مضت عدة عقود على تأسيس التحريك الجديد أيضا وهو موجود حيثما غرست شجرة الأحمدية في العالم وقد أخبرتكم عن الرؤية الطويلة التي أعلن حضرة المصلح رضي الله عنه بعدها أنه هو المصلح الموعود يقول عنها حضرته لقد جرت على لساني في هذه الرؤيا: أنا المسيح الموعود، مثيله وخليفته. وكان انطلاق هذه الكلمات على لساني أعجوبة. كان من الطبيعي أن أتعجب منها لو جرت على لساني هذه الكلمات في اليقظة. لكنني في الرؤيا أيضاً استغربت وقلت في نفسي: ما هذه الكلمات التي جرت على لساني؟ يقول حضرته لكنه لاحقا حين سمع الناس عن هذه الرؤيا قال لي بعضهم إن في إعلان المسيح الموعود عليه السلام الذي نشره في العشرين من فبراير 1886 قد ذكر كوني مسيحي النفس ثم قال في اليوم التالي إن حضرة المولوي سرور صاحب قال إنه قد وردت في الإعلان الكلمات ويشفي الكثيرين من أمراضهم بنفسه المسيحي وببركة روح الحق، ويقول حضرته: إنني أيضا رأيت في الرؤيا أني أمرت بكسر الأوثان، فكانت هناك أوثان كثيرة قد أمرت بكسرها، وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه سيشفي الكثيرين من أمراضهم بنفسه المسيحي وببركة روح الحق، روح الحق هي روح التوحيد. وإن حضرته قد طهر قلوب أهل الدنيا من الشرك بوضع الأساس لنشر الإسلام في العالم وقال حضرته رضي الله عنه كنت رأيت في رؤيا أني أركض وهذا لا يعني أني أهرول بل كنت أركض وكانت الأرض تنطوي تحت قدمي وقد ورد في النبوة عن الابن الموعود أنه سينمو سريعا ومثل ذلك رايت في الرؤيا اني ذهبت الى البلاد الاجنبيه وهناك لم انهي عملي ولم اكمل مهمتي بل خططت ان اتابع السفر وامضي قدما فقلت في الرؤيا ايها العبد الشكور الان ساتابع السفر واتقدم وعندما اعود من رحله ساره هل اقمت التوحيد ومحوت الشرك ورسخت تعليم الإسلام والمسيح الموعود عليه السلام في القلوب إن الكلام الذي أنزله الله على المسيح الموعود عليه السلام فيه إشارة إلى أنه سيكسب الصيت إلى أقصى أنحاء الأرضين أي سوف يطور ويوسع أعمال الدعوة ونرى أن هذه النبوة أيضا تحققت بجلاء في عهد المصلح الموعود رضي الله عنه وعلى هذا المنوال هناك كثير من الأمور الواردة في نبوة المصلح الموعود قد أريها حضرته في هذه الرؤية الطويلة بأسلوب بأسلوب مختلف باختصار سأذكر كي الان كيف طبق حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه الامور الواردة في النبوءة على نفسه انطلاقا من الاحداث التي ظهرت في عهده وسوف اتناولها باختصار كيف حققت هذه الاحداث فقرات النبوءة المختلفة يقول باختصار كيف حققت هذه الأحداث فقرات النبوءة المختلفة؟ يقول حضرته: "كان الناس يقولون بحق انه طفل، والزمن الذي جعلني الله تعالى فيه خليفة، قد أشير إليه في النبوءة أنه سينمو سريعا، ثم بين حضرته أنه كان ذات يوم يتمشى في غرفة السيدة أم المؤمنين رضي الله عنها انتظارا للصلاة، وكانت هذه الغرفة ملاصقة بالمسجد. اذ تناهى إلى أذني أصوات عالية من المسجد وعرفت أحد الأصوات حيث كان شيخ رحمة الله يقول: يقدم طفل وتدمر الجماعة. أي تدمر الجماعة بتسليم عنان الجماعه لطفل وتثار كل هذه الضجه من اجل طفل يقول حضرته قد استغربت وقلت في نفسي من هذا الطفل؟ واخيرا دخلت المسجد وسالت احدهم من هذا الطفل الذي يقال عنه كل هذا الكلام؟ فابتسم وقال انما انت ذلك الطفل يقول حضرته كان قول المعارضين هذا يصدق إلهام المسيح الموعود والسلام أنه سينمو سريعا يقول حضرته لقد رباني الله تعالى ونماني بسرعة قصوى مما جعل العدو ينذهل فالذين كانوا يصفونني قبل بضعة أشهر بالطفل بدأوا يطعنون في بوصفهم إيايا شاطرا محنكا فقد انقلبوا تماما فكأن الله تعالى قد وفقني لهزيمة الذين كانوا يريدون الفتنة والفساد في الجماعة يقول حضرته مع أن الناس كانوا يحسبونني طفلا ورغم أني كنت فعلا طفلا قد وهبني الله حكومة يوم حكومة يوم كنت سحبت وعشرين ربيعا فقط من عمري ثم هذه الحكومة روحانية ومعلوم أن في الحكومة المادية يملك الملك السيف والقوة والجماعة والجيش والضباط والسجون والخزائن فهو يعاقب من يشاء. أما في الحكومة الروحانية فمن شاء آمن ومن شاء كفر. وليست هناك أي قوة. ثم إن الله تعالى أقامني حاكما روحانيا حيث كان في خزينة الجماعة عدد من الآنات فقط. اي كان في خزينة الجماعة مبلغ زهيد جدا وكانت الجماعة مدينة بالاف الروبيات ثم ان الله تعالى قد عهد الي هذا المنصب يوم كان جميع المسؤولين في الجماعة تقريبا يعارضونني وقد قال احدهم مشيرا الى ثانوية الجماعة نحن ذاهبون وسترون قريبا ان النصارى قد احتلوا هذه المباني فالشاب الذي كان عمره خمس وعشرين سنة والذي كان جميع والذي كانت جميع الوسائل المادية تعرقل سبيله إذ لم يكن يملك المال ولا الرجال الخبراء وكانت الكفة لصالح العدو وكان يحتفل فرحا أن النصارى سوف يحتلون هذه البنايات في القريب العاجل وكانوا يقولون إن الذي وكانوا يقولون ان الذي عهد اليه الحكم ستنقلب ايامه الى الانحطاط والادبار وسيواجه الذله والهوان ويمكن ان يقدر الانسان مصير الجماعه في هذه الاوضاع لكنه مضى ذلك اليوم وجاء هذا اليوم والناظرون ينظرون ان عدد افراد الجماعه اليوم أكثر بمئات المرات بفضل الله تعالى من عددهم يوم سلمت لي، والبلاد التي كان قد وصل إليها اسم المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، قد وصل اليوم إلى عشرات المرات منها، والخزينة التي كانت فيها ثمانية عشر آنة فقط توجد فيها اليوم مئات الألوف من الروبيات. يقول حضرته: حتى إذا مت اليوم فسوف أترك في الخزينة مئات الألوف من الروبيات، وسوف أترك تأييدا لهذه الجماعة كتبا أكثر بكثير مما كان موجودا في أدبيات الجماعة أدبيات الجماعة قبلي، وسوف أترك علوما أكثر بكثير لخدمة الجماعة مما وجدتها يوم جعلني الله خليفة. فالله الذي كان قد قال: إنه سينمو سريعا وسيكون ظل الله على رأسه لقد قد تحققت فيه هذه النبوءة بشأن عظيم ليس في وسع ألد الأعداء الجماعة إنكاره لقد وصف المسيح الموعود عليه السلام هذه النبوءة بالمهمة جدا كما يلقي الضوء على ذلك المقتبس الذي قرأته في مستهل الخطبة حيث قال إنها ليست مجرد نبوءة بل هي آية عظيمة جداً كان هذا الابن سيولد خلال تسع سنوات بحسب النبوءة. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عن هذه النبوءة: "لا يعرف الانسان انه سيعيش شخصيا تسع سنوات، ولا يستطيع ان يؤكد انه سيولد له اصلا خلال هذه المدة، ناهيك عن التنبؤ بولادة ابن حتما بناء على التقدير" ثم لم تكن النبوءة بولادة ابن فقط بل كانت النبوة أن ذلك الابن سيكون سببا في ازدهار الإسلام ففي ذلك الزمن كان الأعداء يشنون الهجوم على المسيح الموعود السلام من الجهات الأربعة بناء على أنه كان أعلن أنه يتلقى الإلهام من الله ولم يكن أعلن أنه مجدد ومأمور وفي ذلك الزمن تنبأ حضرته بولادة ابن ذي صفات عظيمة وسامية يقول المصلح رضي الله عنه حين يقال إن النائب فلان سيذيع صيته يكون معناه أن سيده ومطاعه سيكون مشهورا فحين قال الله تعالى في النبوة إنه سيذيع صيته إلى أقصى أنحاء الأرضين كان معناه انه بواسطته سيصل اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسم المسيح الموعود عليه السلام ايضا الى اقصى انحاء الارضين. فانظروا ما اوضح هذه النبوءه. في زمن المسيح الموعود عليه السلام كانت افغانستان كان افغانستان هو البلد الوحيد الذي يمكن ان يقال انه مهم نوعا ما. إذ كان قد استشهد اثنان من المواطنين لمبايعتهما المسيح معوضة السلام. لذا يمكن أن يقال إن رسالة المسيح عليه السلام كانت قد وصلت إليه باهتمام. أما بقية البلاد فكان التعريف بالجماعة قد وصل إليها بصورة خاطفة. أو كان عبارة عما أشعه المعارضون أو وجد أحدهم كتابا ما وأراه غيره. ولم تكن الجماعة مسجلة بشكل رسمي في أي بلد. صحيح أن الخواجة كمال الدين المحترم سافر إلى إنجلترا. كان قد جاء إلى هنا لكنه كان يقول إن ذكر المسيح الموعود عليه السلام وجماعته وجماعته بمنزلة سم بمنزلة سم لذا يجب أن لا يذكر اسم الجماعة والمسيح الموعود ومن ثم انتشر في انجلترا اسم الخواجة ولم ينتشر اسم الجماعة ولا اسم المسيح الموعود عليه السلام وحين جعل الله تعالى المصلح موعود خليفة فيقول إنه بفضل الله انتشرت الجماعة في سومطرة وجاوا وماليزيا والصين كما انتشرت أحمدية في موريشيس وبعض البلاد الإفريقية الأخرى وفي مصر وفلسطين وإيران وبعض البلاد العربية الأخرى وعدد من البلاد الأوروبية وفي بعض الأماكن كان عدد الجماعة في زمن المصطفى الموعود رضي الله عنه أيضا قد بلغ الآلاف أما في بلاد إفريقيا فقد بلغ العدد إلى مئات الألوف ثم أخبر الله تعالى في هذه النبوة أنه سيملأ بالعلوم المادية والروحانية يقول المصلح الله عنه أنا لا أحب الإدعاءات ومع ذلك لا أستطيع أن أكتم حقيقة أن أمور الإسلام المهمة التي كان شرحها, شرحها في هذا العصر ضروريا قد أخرج الله من قلم ولساني معارف يمكنني أن أقول أن أقول بكل تحدٍ أنه لو غض الطرف عن تلك الكتابات لاستحال تبليغ دعوة الإسلام في العالم، في القرآن الكريم أمور كثيرة لا يفهمها الناس نظرًا إلى الزمن الراهن ما لم تشرح بواسطة آيات أخرى، ما لم تشرح بواسطة آيات أخرى. وإنه لمن فضل الله تعالى أنه حل هذه المشاكل بواسطته يتابع المصلح محمد رضي عنه ويقول الإسلام يمر حاليا بفترة ضعفه وقد وضع الله تعالى أساس حماية الإسلام مجددا بواسطة المسيح الموعود على السلام ولكن لم يتعرض الاسلام في زمنه لهجوم على حضارته كما هو الحال في هذه الايام فقد اراد الله تعالى ان يكرم بكلامه بحسب نبوءته شخصا في نفسه بركه روح الحق او ترافقه بركتها وهو وهو مليء بعلوم ماديه وروحانيه ليذب هجمات العدو على الحضارة الاسلامية بحسب شرح المسيح الموعود عليه السلام وشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحسب اوامر القران الكريم وليحمي الاسلام فقد فعل الله تعالى ما اراد فعله وصدق كتاباتي وما لم يامرني الله لزمت الصمت ثم عندما اخبرني الله ولم يكتفي بالاخبار فقط بل امرني بان اخبر الناس ايضا فها انا اخبر الجميع ان هذه النبوءه تنطبق علي من كل الجوانب والنواحي ولم يامرني الله بان اخبر عنها فقط بل خلق بفضله ظروفا تمثل دليلا على صدق هذه النبوءة كما عندما يشرق القمر في السماء يخلق الله حوله نجوما كذلك لقد رأى كثير من الناس رؤى أعيد فيها مضمونا مضمونا رأيته أنا فبعد أن رأيت تلك الرؤية كتب إلي أحد الإخوة واسمه الدكتور محمد لطيف أنه رأى في الرؤيا أن ملاكا يقول مناديا باسمي ان اسمه سيذكر مع الانبياء والرسل ومعنى ذكر الاسم مع الانبياء والرسل هو ما اشير اليه في نبوات المسيح الموعود عليه السلام ايضا اي انه سيكون مثيل المسيح بمعنى ان المسيح الموعود عليه السلام نبي ورسول وسيذكر اسمي ايضا معه كذلك كتب الي شخص اخر انه راني في الرؤيا انني اقف على مناره وأعل واعلن اليس الله بكاف عبده هذا الهام من الالهامات التي تلقاها المسيح الموعود عليه السلام في اوائل الايام والمراد من اعلاني على المناره ان الله تعالى معناه ان الله تعالى سيعزز مهمة تبليغ دعوة الأحمدية بواسطة أكثر من ذي قبل. فكما قلت قبل قليل فإن نطاق تبليغ دعوة الجماعة في بلاد مختلفة توسع أكثر في عهد المصلح محمود رضي الله عنه. ولا يزال العمل جاريا ومتقدما اليوم أيضا على الأسس نفسها. ثم ذكر المصلح رضي الله عنه بعضا من رؤاه وإلهاماته التي تؤيده فقال لقد أكرمني الله بوحيه وأنه تعالى جهزني لل وأنه تعالى جهزني للمهمة المذكورة في نبوة المسيح الموعود عليه الصلاة سلس... عليه والسلام وقد رأيت رؤيا لعلني رأيتها في زمن المسيح الصلاة السلام أو في أول عهد الخليفة الأول رضي الله عنه وكنت قد سردتها حينها للرائد الأسبق سيد حبيب الله شاه والمشرف على السجن المركزي بلاهور حاليا وقبل بضعة أيام ذكر لي تلك الرؤيا بنفسه بأنني كنت رأيت حينها أنني في المدرسة الأحمدية وكان المولوي محمد علي ايضا هناك وفي تلك الاثناء جاء شيخ رحمه الله ايضا وقال بالنظر الينا تعالوا نقارن ايكما اطول قامه انت ام المولوي محمد علي ترددت قليلا من هذه المقارنه ولكنه جرني قهرا الى مكان كان المولوي محمد علي واقفا فيه الحق ان المولوي محمد علي ليس اصغر مني قامه بل لعله اطول مني قليلا ظهريا ولكن عندما اوقفني الشيخ المحترم الى جانبه، قال عفويا اي الشيخ رحمه الله: كنت اظن ان المولوي محمد علي اطول منك ولكنك اطول منه في الحقيقه، فرايت في الرؤيا ان راسه يصل الى صدري بالكاد، ثم احضر الشيخ رحمه الله طاوله واوقف المولوي محمد علي عليها، ومع ذلك بقي اقصر مني قامه ثم وضع على الطاولة طاولة صغيرة أخرى وأوقفه عليها ومع ذلك بقي أقصر مني، ثم رفع شيخ رحمة الله وأراد أن رفعه وأراد أن يقربه إلى رأسي ولكنه ولكنه مع ذلك بقي أقصر مني، بل إضافة إلى ذلك ظلت رجلاه معلقتين في الهواء وكأنه طفل صغير مقابلي وبلغ إلى مرفقي بالكاد. انظروا الآن إلى أنه كيف وضح الأمر في هذه المقارنة كلها وكيف وقد أخبر عن عاقبة عن عاقبة كان من المقدر أن يتلقاها المولوي محمد علي. وإذا كان وقت هذه الرأي يعود إلى عهد الخليفة الأول ففي ذلك الوقت كان الخواجة كمال الدين في طور البروز العيان في الجماعة وليس المولوي محمد علي ولكن الله تعالى قد صور النزاعات الحادثة بعد ذلك بصورة غريبة. فقد صغر الملوي محمد علي مقابل الى درجه بذل قصار جهوده على الاثبات ان المكرمين عند الله هم الذين يكونون صغارا بينما يقول من قبل بان اتباعه يشكلون 95% من عدد الجماعه والاخرون اي مباين الخلاف هم 4 و5% وان اغلبيه الجماعه لا يمكن ان تكون على الضلال هذا ما كان يقوله الملوي محمد علي من قبل ولكنه يقول الان بان جماعه قديان تشكل اغلبيه ونحن قله ولكن اغلبيتهم دليل على كذبهم لان الله تعالى يقول بان عباده الحقيقيين يكونون قله وهذا ما اريته بالضبط في الرؤيا فقد صغر المولى محمد علي لدرجه يزعم الان صغره دليلا على صدقه ثم ذكر رضي الله عنه رؤيا اخرى بل هو الهام فقال عندما حدث الخلاف في الجماعة، أوحى الله إلي لنمزقنهم. في ذلك الوقت كان هؤلاء الناس يحسبون أنفسهم 95%، أما الآن فقد آلت حالتهم إلى أن الله تعالى قد مزقهم تمزيقًا بحسب هذه النبوءة. فقد كتب الخواجة كمال الدين قبل وفاته أن الإلهام الذي نشره ميرزا محمود بشأننا قد تحقق تماما وقد مزقنا تمزيقا في الحقيقه. اذا فقد مزقهم الله تمزيقا مقابلي كما اخبر في الالهام. اكتفي الان بهذا القدر فقط في سرد امثله كلام الله الذي انزله علي بفضله وقد سردت بعض الامثله فقط وهناك امثله اخرى وقد اكتفيت بذكر مثالين فقط. ثم قال رضي الله عنه أود أن أذكر بعضا من إلهاماتي وكشوفي ورؤياي بشيء من التفصيل في كتيب وجيز يقول لقد طبع هذا الكتاب وهو كتاب ضخم يقول سيدنا المصلح محمد رضي الله عنه أن الله تعالى صدق نبوءة سيكرم بروح الحق بإظهار على الغيب مرارا سيكرم بروح الحق بإظهاري على الغيب مرارا. هذه آيات الله التي أظهرها الله تعالى علي. يتساءل الناس ما الحكمة في ادعاء كوني مصداق هذه النبوءات الآن؟ مع أن الإخوة كانوا يعدونني مصداق تلك النبوءات سلفا. أقول الحكمة في ذلك هي نفسها التي بينها القرآن الكريم. وما كان الله ليضيع ايمانكم. اي عندما يبعث الله تعالى موعودا بعد بعثة نبي فهذا يعني ان الله تعالى لا يحب ان تتعرض جماعته للكفر ويضيع ايمانها. لذا هو يخلق ظروفا تظهر الاكثريه للايمان به موعودا تضطر الأكثرية للإيمان به موعودا فرأى الناس تحقق نبوءات المسيح عليه السلام في شخصي فازدادوا إيمانا ويقينا وازدادوا إيمانا وازدادوا إيمانا بالمسيح الموعود عليه السلام أيضا يقول رضي الله عنه فالحكمة وراء قرار الناس بأني مصداق هذه النبوة قبل أن أعلنه هي أن الله تعالى لم يرد لم يرد أن يمتحن لم يرد أن يمتحن المؤمنين بالكفر والإسلام ويضيع ايمانهم ولم يشأ ان يورد على جماعته موتين فالموت الاول هو عن انه عندما كذبوا بالمسيح الموعود عليه السلام ثم تاب الله عليهم برحمته بسبب بعض حسناتهم بسبب بعض حسناتهم واحياهم اذ وفقهم للانضمام لجماعه المسيح الموعود عليه السلام وفارقوا أقاربهم وتحملوا المصائب ولكنهم ثبتوا على إيمانهم فظنوا بعد هذا أن الله تعالى أن الله تعالى سيبعث في حياة هؤلاء الذين مروا بهذا الإبتلاء موعودا ستظهر آيات صدقه بعد دعواه بمدة طويلة إنما يعني دفع المؤمنين إلى هوة الكفر مرة أخرى وجعل الصحابة كفارا ومنكرين مرة أخرى وابتلاء الجماعة وهذا ينافي سنة الله تعالى لذا قرر الله تعالى عن المصلح الموعود الذي كان سيأتي في حياة تلك في حياة الذي كان سيأتي في حياة تلك الجماعة التي أعدها المسيح الموعود عليه السلام أي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم بأن جعله خليفتهم أولا وأخذ من الجماعة عهد طاعته وهيأ له أسبابا لتتحقق فيه هذه النبوءة المتعلقة به ولما تبينت الجماعة هذه الحقيقة كالشمس في رابعة النهار أعلم الخليفة أو المستمعون أيضا بهذه الحقيقة عن بهذه الحقيقه عن طريق اخبار الغيب لكي تجتمع شهاده السماء مع شهاده الارض وتحفظ جماعه المؤمنين من الكفر والانكار مره اخرى حفظ الله تعالى في هذا الزمن ايضا ايمان الجميع وحفظ إيمان كل أحمد من عيب الكفر والإنكار ويجب أن يستفيد أفراد الجماعة من علوم المصلح الموعود رضي الله عنه ومعارفه أيضا أكثر ما يمكن فإن كتبه موجودة في الأردية وبعضها في لغات أخرى وفق الله تعالى الجميع للاستفادة منها سأصلي على غائب بعد صلاتي الظهر والعصر وهو السيد صوفي نذير احمد بن ميان محمد عبد الله توفي في المانيا في السابع من فبراير عن عمر يناهز 93 93 عاما انا لله وانا اليه راجعون كان موظفا في الجيش قبل انقسام الهند وبعده انضم الى جيش الفرقان الذي انشاه المصلح الموعود رضي الله عنه وظل يؤدي مسؤوليته في الجيش كمعلم انستراكتور ثم توظف في كراتشي لفتره قصيره ثم سكن في ولايه احمد اباد بالسند وبدأ بتجاره ذاتيه هناك ووفق هناك للخدمه بصفته سكرتير المال لمده طويله وبعد ذلك انتقل وبعد ذلك انتقل الى ربوه وغالبا كان اخوه شريكا له في التجاره. فلما انتقل امرحوم الى ربوه واجه اخوه مشاكل في التجاره فطلب منه ان يرجع الى السند. ولكنه رفض قائلا بانه قد جاء الى ربوه ولن يغادرها. فكتب اخوه الى الخليفه الثالث رحمه الله ان يوصيه بالعوده الى السند. فدعاه الخليفه الثالث رحمه الله فدعاه الخليفة الثالث رحمه الله وأوصاه بالذهاب إلى السند وكان رئيس جماعته وكان رئيس جماعته أيضا موجودا هناك فقال لحضرته يا سيدي إنه عامل مخلص للجماعة جدا فقال الخليفة الثالث رحمه الله نحتاج إلى المخلصين في السند أيضا وهكذا عاد صوفي المرحوم إلى السند مع أنه شخصيا لم يكن يريد الذهاب إليها وانما توجه اليها ملبيا وصيه خليفه المسيح فقط، فاوقف تجارته في ربوه وترك اسرته ايضا فيها وتوجه الى السند. جاء الى ربوه بعد قضاء مده طويله في السند وظل يخدم الجماعه في مكاتب مختلفه في هيئه صدر انجمن احمديه متطوعا وخدم في مكتب السكرتير الخاص بربوه لمده طويله. و1986 انتقل الى المانيا حيث مكث حتى وفاته. وفي المانيا ظل يخدم بصفته رئيس جماعه هايدلبرغ كما خدم كناظم لاحدى المناطق الاربعه في المانيا واحتل المركز الاول في العمل بصفته ناظم المنطقه في عهد الخليفه الرابع رحمه الله واحتل المركز الاول في العمل بصفته ناظم المنطقه في عهد الخليفه الرابع رحمه الله وخلف ابنتين واربعه ابناء اثنان من ابنائه من الواقفين وهما السيد جلال شمس والسيد منير رحمه جويد وزوج إحدى ابنتيه السيد حنيف محمود وهو أيضا واقف وداعية ونائب نائب ونائب ناظر الإصلاح والإرشاد في ربوة وهو واقف الحياة يقول ابنه الدكتور جلال الشمس الذي هو رئيس المكتب التركي هنا كلما كان والدي يأتي إلى لندن يسعى ليصلي الصلوات خلف أمير المؤمنين نصره الله ما دام موجودا هنا وكان كثير التعبد وأسلوب دعائه كان رائعا جدا فكان يدعو بألم وحرقة شديدين وكان يبدو كأن عواطفه تخرج بجيشان وهو يبتهل إلى الله تعالى كان عواطفه تخرج بجيشان وهو يبتهل إلى الله تعالى يتابع ابنه ويقول كان أخوه السيد منير جويد في الشهر السادس من عمره إذ أصيب بالتهاب رئوي وانقطع أمل حياته ويأس طبيبنا فدعا والدي بتضرع فدعا والدي بتضرع شديد وقال والدي يا رب سأكرس ابني هذا في سبيلك فتقبل الله ادعيته ولكن كانت حاله الولد قد بلغت مبلغا قالت فيه والدتي للوالد أرى أن الولد في غرغرة الموت، فإلى أين ستذهب أنت؟ كان يقصد المسجد ليصلي الصلاة بالجماعة، فقال: أذهب إلى من هو قادر على الشفاء وإعادة الصحة لاطلب منه. فكان المرحوم يوقن بالله تعالى إلى هذا الحد. وفي السند أيضاً، كلما أخذ إجازة أحد موظفي الجماعة أو محاسبي أراضيها، كان المرحوم يخدم مكانه تطوعياً. كان المرحوم قد انخرط بنظام الوصية منذ مدة طويلة، وكان ولوعًا بضم الشباب إلى نظام الوصية، فكان يحمل معه استمارات الوصية دومًا، وكان يحث الشباب على قراءة كتيب الوصية والانضمام إلى نظام الوصية. يقول ابنه: "أوقف نصف أولاده، أي اثنين من أربعة أبنائه، وابنه من ابنتيه الاثنتين". وكتبت ابنته ابنته كان المرحوم مواظبا على تلاوة القرآن الكريم طول حياته وليس هذا فقط بل ظل يوصي أولاده ثم أحفاده وأصباطه ذكورا وإناثا بأن يلتزموا بالصلوات وتلاوة القرآن الكريم وكان يقرأ كتب المسيح الموعود عليه السلام يوميا وكان يقول إنني قرأت كتب المسيح الموعود ثلاث مرات عليه السلام وكان يوجه ابنته أيضا إلى ذلك بسؤاله هل تقرأين كتب المسيح الموعود؟ كان يعارض العادات الفاسدة فلا يوجد في أسرتنا أي تصور العمل بالتقاليد وإذا شعر المرحوم بإمكانية بسيطة لها استاء منها جدا وغادر المكان ساخطا وكان متوكلا على الله تعالى لدرجة كبيرة وكان مرضه الأخير طويلا جدا ومؤلما ولكنه تحمله بصبر وشكر عظيمين أما عبادته فقد كتب جميع معارفه وجميع أولاده أن مشهد عبادته كان يوحي وكأن روحه تذوب في حضرة الله تعالى. هكذا كان يعبد ربه، وكانت علاقته بالخلافة أيضا قوية جدا. كلما كان يأتي إلى لندن كان ينتظرني خارج مكتبي متى أخرج وهو يسلم علي، وفي بعض الأحيان كان يقف في هذا الانتظار لوقت طويل. مع كونه مسنا وضعيفا باختصار كان الله تعالى رزقه ميزات كثيرة تغمده الله تعالى بمغفرته ورحمته ورفع درجاته وجعل أولاده وارثين لأدعيته ووفقهم لمتابعة حسناته آمين الحمد لله وَبِاللَّهِ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له